مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من محاضرات اللغة الإنجليزية الطبية، وهي سوف تتحدث بتخصص عن Diagnostic Procedures and Pharmacology، وهي الأمور التي سنراها في حياتنا العملية من أمور تشخيصية وفحوصات أساسية وإجراءات للفحوصات الأساسية مع المصطلحات الصيدلانية التي من الممكن أن نراها في حياتنا العملية. Basic Examination Procedures، إجراءات الفحص الأساسية للمرضى، وهنا نتحدث عن الأساسيات في الفحوصات التي ممكن أن نراها بشكل يومي حتى في البيت وفي مكان العمل أو في مكان التخصص إن شاء الله في المستقبل. سنتحدث في هذا الجزء عن الأساسيات، إجراءات الفحص الأساسية، وهي Basic examination procedures are performed during the assessment of patient condition. يتم تقييم هنا وإجراء بعض الفحوصات الأساسية أثناء تقييم حالة المريض، كما هو مستخدم وفي الطب as used in medicine. The term assessment means evaluation. مصطلح تقييم يعني هنا إيش اللي هو assessment، مصطلح assessment means the evaluation، مصطلح نفس الشيء assessment to evaluation معناتهم تقييم أو قياس أو التحقق من بعض الأمور or appraisal of a condition أو وضع هنا حالة معينة نريد أن نتأكد من صحتها. The information is used in reaching a diagnosis and in formulating a patient care plan. هاي الأمور التشخيصية اللي ممكن هاي بدنا نتوصل لها، هاي المعلومات حتفيدنا في إيش؟ في وضع خطة لرعاية المريض بالشكل الصحي. Diagnosis formulating patient care plan. خطة رعاية المريض أو خطة تداوي المريض تعتمد على هذه الفحوصات أو الإجراءات أو التحقق أو التقييم الذي سوف نراه لاحقا. أول مبدأ من مبادئ التقييم اللي هي الفيتال ساينز، العلامات الحيوية. علامات الحيوية تسمى بمصطلحنا العام are four key indicators that the body systems are functioning. هي العلامات الحيوية المؤشرات الرئيسية الأربعة الأساسية، عددها أربعة، المؤشرات الحيوية في الجسم تعمل بها أجهزة الجسم، وهذه تشمل علامات يتم تسجيلها في معظم زيارات المريض للمستشفى أو للصيدلية أو للعيادة أو حتى عندك في البيت. أربع علامات أساسية وهي ماذا؟ درجة الحرارة temperature، بلس النبض، respiration التنفس، respiration تنفس، and blood pressure blood pressure وضغط الدم. إذا العمليات الأساسية أو الإجراءات الأساسية التي تؤخذ في القياسات عند زيارة المريض للمستشفى أو للعيادة أو للفحص أو للتحدث عن أي شيء طبي هي أربع علامات حيوية أساسية يجب قياسها في كل مرة يتم زيارة المريض لهذه المؤسسة الصحية، وهي درجة الحرارة والنبض والتنفس وضغط الدم. درجة الحرارة، هنا دعونا نتحدث عن درجة الحرارة. درجة الحرارة متوسطها هو المتوسط بـ average normal اللي هي 37 درجة مئوية على المقياس المتريك، أو 98.6 فهرنهايت على مقياس الفهرنهايت، يعني 37 إحنا الدرجة عندنا في الشرق الأوسط. Temperature reading are named for the location in which they are taken. يتم تسمية قراءة درجة الحرارة من الموقع اللي تم أخذها منه. لقيتها قياس درجة الحرارة في الجسم يؤخذ من عدة مناطق. أول منطقة oral in the mouth، أول مكان يتم أخذ درجة الحرارة أو أحد الأماكن عفوا وهو الفم، ولكن لا يستخدم الآن الفم في قياس درجة الحرارة إلا نادرا،
بسبب سمية الترمومتر الزئبقي الذي يوضع تحت اللسان، وهكذا حالة صار فيها كسر لهذا الترمومتر وتسمم لهذا الترمومتر من الأشخاص. فعلى العموم هي أحد الأماكن التي هنا الإنسان أو المريض يؤخذ منها درجة الحرارة، وهي الفم. أورال in the ear، أورال اللي هي إيش؟ أذني، أذني أو سمعي. أورال وإلها ترمومتر خاص، ممكن يعني نشوف صور على جوجل، نحط الصور زي ما هو مبين هنا في من الأذن. auxiliary under the arm، auxiliary اللي هي تحت الإبط أو الذراع، تحت الذراع، وهي الشائعة الآن auxiliary. and rectal in the rectum أو في فتحة الشرج. caution هنا بدك تركز كمصطلح طبي. oral and aural شايفين اللي هي sounds alike، اللي هي نغمتها وصوتها واحد أو لفظها واحد أو متقاربة في اللفظ. oral and aural يعني زي ما بنقول أنت لاتيني شوية كده، بتصير إيش من خلال الأذن، oral من خلال الفم. however they require different equipment and are taken in different locations، وبالتالي التحذير هذا يجب أن تأخذ بالك منه، هما كلمتين مختلفتين في طريقة القياس والأداة التي تستخدم أيضا في طريقة القياس. temperature reading very slightly depending upon the location where they are taken، قراءة درجة الحرارة أو قياس درجة الحرارة النتيجة هتطلع إيش؟ قليلا مختلفة حسب الموقع الذي تؤخذ منه. temperature هنا في hypothermia، مصطلح hypo ثيرمي، هاي الترمومتر تبعنا احنا 37 درجة مئوية درجة الحرارة هون، تمام؟ هنجد هايبوثيرمية اللي هي انخفاض حرارة الجسم، هاي لفظها هايبوثيرمية. هايبوثيرمية is an abnormally low body temperature، هي انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير عادي، بشكل abnormal. hypo means deficient، hypo هنا ايش معناتها؟ نقص هنا، ويتم معناتها نقص. deficient غير كافي. therm means heat، therm اللي هي بالاحمر هاي therm، تمام، معناتها حرارة. وايا means pertaining to، لها علاقة ب او تتعلق ب. هايبرثيرميا عكس هايبوثيرميا، ارتفاع درجة الحرارة. هايبرثيرميا is an extremely high fever، درجة حرارة عالية جدا أو مفرطة. means excessive، therm هنا hyper means excessive أو اللي هي ارتفاع عالي. therm means heat وايا means pertaining to. pulse اللي هو النبض، النبض هنا كما هو موضح بالصور، هنا نشوف أماكن لمس النبض من الجسم، المكان المعروف من اليد أو عند الأذن أو الكاروتويد الشريان السباتي في الرقبة، وهو الأصح في طرق الإسعاف الأولي ونركز عليها. أيضا من أحد اللي هو الفيمورال اللي هو شريان الفخذ من هذه المنطقة، أو بوبيليتال اللي هو ايش؟ المكان اللي تحت الركبة مباشرة، او دورسال بيديس، دورسال بيديس اللي هو المكان هذا بالضبط في الفوت، او المكان اللي هو البراكيا اللي هو عند مفصل الكوع. هاي اماكن اخذ البلس السبعة. the pulse is the rhythmic pressure against the wall of an artery caused by the contraction of the heart، النبض هو الضغط الإيقاعي أو الصوت اللي احنا بنسمعه في السماعة، عضلة القلب هذه اللي بتصير فيها النبض، تمام، اللي بصير فيها ضخ الدم بيصدر عنها نبض. ما هو النبض؟ النبض هو الضغط الإيقاعي أو الـ يعني كيف بنسميه احنا
تدفق الدم من خلال الشرايين أو على جدار الشرايين بيأثر هنا في اللي بنسميها التوسع في شريان عند ضخ الدم من قبل عضلة القلب على هيئة تدفقات. هذه التدفقات تحدث النبض الذي نشعر به في الضغط الإيقاعي على جدران الشريان اللي ناجم عن عمل عضلة القلب أو تقلصات أو نبض عضلة القلب أو انقباض عضلة القلب. وهذا يعكس طبعا the pulse rate reflects the number of times the heart beats each minute in the recorded as BBM. وهذا يسجل ويعكس معدل النبض. النبض هذا معدله اللي هو عدد مرات دقات القلب في كل دقيقة. تمام، النبض هو عبارة عن عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة ويسجل بالمختصر هذا BBM beats per minute، نبضة في الدقيقة beats per minute زي ما هو موضح في الفيجر هذا. The pulse can be measured in different points in the body. وكما هو موضح في الشكل يمكن قياس النبض في النقاط المختلفة في الجسم السبعة اللي احنا حكيناها في أول سلايد. Normal resting pulse rates differ from age group. تختلف معدلات النبض العادية حسب طبعا في وضع الراحة. تمام، resting pulse في وضعية الراحة العادية النبض وهو جالس المريض مرتاح يختلف حسب الفئة العمرية. في البالغين غالبا من 50 إلى 80 نبضة في الدقيقة. المعدلات أعلى بتكون في الشباب شوية. حديثي الولادة معدل النبض يتراوح ما بين 100 ل 160. الشباب شوية بتكون slightly higher in younger people، يعني بنقدر نقول من 80 ل 90 أو من 80 من 70 ل 80 بكون عفوا من 50 ل 80 اللي هو النورمال. الشباب بيكونوا من مثلا 70 ل 90 أو لغاية 100 طبيعي، يعني عادي جدا ما حدش يخاف إذا نبضه لغاية 90 أو 95 شيء طبيعي في الشباب. والأطفال شيء طبيعي جدا إنه النبض يكون من 100 ل 160 ضربة في الدقيقة. أقل من هيك في مشكلة يا جماعة، أنا أقل من هيك وأقل من ال 50 هذه في مشكلة. وعندي الشباب لو نزل ل 60 هو صح في الرينج الطبيعي، ولكن في مشكلة بتكون يجب الانتباه إليها لأنه معدلات النبض بتختلف حسب فسيولوجية جسم الإنسان. Respiration التنفس. التنفس هنا هو عبارة عن الريسبيريشن اللي احنا بنتكلم عنه. Respiration also known as the respiratory rate وبتسجل RR، وهي معروفة أيضا بمعدل التنفس اللي هو RR respiratory rate. تمام، is the number of complete respirations per minute وهو عدد التنفس الكامل في الدقيقة الواحدة أو عمل الجهاز التنفسي في الدقيقة الواحدة زي عضلة القلب قبل قليل في الدقيقة عند قياس. وهو يحسب على هيئة استنشاق واحد أو inhalation اللي هو نقول إحنا شهيق واحد وزفير واحد. لما أنت تستنشق الهواء أو الشهيق تبع الهواء هذه واحدة، ولما أنت تخرج الهواء اللي هو الزفير أي الوحدة الثانية. ويحسب استنشاق واحد وزفير واحد، ممكن تشوف في الكتاب في فصل 7. The normal respiratory rate في adult ranges من 12 ل 20 مرة في الدقيقة الواحدة، معدل التنفس الطبيعي للبالغين. الأطفال أسرع شوية لغاية 25 ممكن يوصل، ما دون ذلك بيكون حالة مرضية. أقل من 12 حالة مرضية، وأسرع من 25 أو 30 في الطبيعي بتكون حالة مرضية. طبعا التنفس بيزيد حسب الجهد، يعني ما يبذل الإنسان مجهود بسيط زي مثلا صعود السلم أو الدرج أو المشي السريع بيزيد معدل التنفس وهذا طبيعي. ولكن في حالة الريلاكسيشن احنا بنقول مريض موجود قاعد على الكرسي النبض تبعه من 50 ل 80، إذا زاد عن هيك بيكون في حالة مرضية ما لم يكن من الشباب. ومعدل التنفس من 12 ل 20 في الطبيعي بدون الحالات المرضية. Blood pressure
اللي هو ايش؟ ضغط الدم. ضغط الدم هنا من الضروري قياسه زي ما احنا شايفين في الصورة، اللي هو الترمومتر الزئبقي، ترمومتر الزئبقي، وهذا على هيئة زئبق او يمثل الزئبق، هو ديجيتال على فكرة هنا، يعني بس ايش بوظيفة الزئبق، يبيض الارقام صحيحة، ولازم نستخدم الكف هذا المانوال، اذا اوتوماتيك لا تثقوا فيه. هو الجهاز الرسمي تبع الضغط اللي هو الجهاز هذا الزئبقي، تمام. blood pressure is the force of the blood against the walls of the arteries. ضغط الدم هو قوة تدفق الدم وجريان الدم في جدران الشرايين، في جدران الشرايين، عندما يجري الدم في الشريان يحدث هناك توسع بسيط جدا نتيجة تدفق الدم، وهو هذا اللي بنتكلم عليه، الضغط، قوة تدفق الدم عبر الشريان يؤثر على جدران هذه الشرايين ويقاس. هاي القوة اللي بنتكلم عليها تقاس بحاجة اسمها سفيجمومانوميتر، هاي السبيلينج تبعها سفيجمومانوميتر، سفيجمومانوميتر، تمام. جهاز الضغط هذا اسمه سفيجمو مانوميتر. when using manual style، المانوال اللي هو احنا هذا اللي بنتكلم عنه، في اللي هو الاوتوماتيك اللي هو المضخة الالكترونية، برضو ما نثقش فيها كتير. استيثوسكوب، استيثوسكوب، شايفينها استيثوسكوب اللي هي السماعة، اذا بنستخدم جهاز الضغط المانوال بنستخدم السماعة مع is required to listen to the blood sound، حتى انه نستمع أو نستطيع الاستماع إلى أصوات الدم أو جريان الدم في الشريان، اللي هي النبضة على جدار الشريان. A digital sphygmomanometer is automated and does not require the use of stethoscope. جهاز ضغط الدم الرقمي أو الآلي لا يتطلب استخدام سماعة مباشر بيقيس، زي هذا الجهاز مثلا بيعطيك هنا هاي البلس شايفينه تحت مع القراءة في شاشة صغيرة بتعطيك اللي هو النبض والضغط في السنسورز الموجودة في الأدوات هاي. blood pressure is recorded as a ratio، ضغط الدم يسجل على هيئة نسبة، و يعني نسبة مع الانقباض، يعني القراءة البسيطة والقراءة الانقباضية، الانقباضية والانبساطية اللي هي سيستوليك مع الدايستوليك، هاي ضغط الدم العالي سيستوليك انقباضي، وضغط الدم الانبساطي اللي هو دايستوليك، تمام. for example 120 على 80 120 over 80 أو 80 over 120، هي الصح انها 120 على 80 سيستوليك، 120 انقباضي، 120 وانبساطي 80، تمام. سيستوليك the first beat heard، ضغط الدم الانقباضي اللي هو السيستوليك اللي هي 120 هي اول نبرة او اول نبضة بتسمعها، and الدايستوليك اللي هي الانبساطية اللي هي 80 the last beat heard، آخر نبضة بتسمع، إذا أول نبضة سيستوليك وآخر نبضة دايستوليك. ممكن إنها نفسرها في زي ما فسرناها هنا في هذا السلايد، memory aid SSSS اللي هي 4S، ممكن تستخدمها كذاكرة هنا. systolic is like steam going up، steam going up يعني معناتها هو للانقباض زي البخار يرتفع، الضغط مثل البخار، والدي دي 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 هذه بعض الرموز ممكن تشوفها في الكرت، كرتات المرضى احيانا بيكونوا كاتبينها في الامور الطبيه زي السكرتاريا مثلا، diagnostic بروسيجرز، ممكن تشوف هذه المصطلح اس 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 او 4 اس، ممكن تسميها سيستوليك، والأربعة دي كابيتال اللي هي الدايستوليك زي ما هو موجود في الصورة هاي.
عفوا، أي آلية القياس، بنحط الكف على محل الشريان وين بدنا نقيس، والسماعة على قريبة منه أو عليه، وبننفخ الهواء، بنسكر الصمام هان، وبنبدأ إيش نعطي لغاية مثلا 180 أو 100 أو 120 أو 140، يعني فوق المعدل الطبيعي، بنبدأ إيش نفتح الهواء بشويش. فأول نبضة مثلا 120 على 80، أول نبضة بتسمع إيش، يعني كل ما انت زدت الضغط هنا بيسكر الشريان، شايفين الشريان هنا مسكر، نو ساوند، فيش صوت في الاماكن هاي. فيعني من 120 لغاية اخر الزئبق هنا 300، هي طبعا مؤلمة، كل ما طلعت فوق 200 220 بتعصر الهواء هان على، يعني بتبطل تسمع اصوات. فلما تسمعش صوت بتنزل الزئبق شوية 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 لغاية ما ايش اول نبضة تصير، اللي هي السيستوليك، اول نبضة تسمعها، بعدين بتنزل شوية برضو الهواء. طبعا هذا الصمام اللي هنا، هذا الصمام اللي بنفتحه، أول ما تفتحه بنفس الهواء اللي موجود اللي انت ضغطته في الكف هاي اللي هي في المحور هذا. فشوية شوية من 120 لتمانين، مسافة بسيطة يعني، بتصير تسمع انت النبض بالشكل العادي لغاية ما يختفي النبض دايستوليك، بيكون علم على 80 أو 70، والشريان بيكون في الحالة هذه، شايفين كيف ضاغط شوية عشان ايش يسمع الصوت. بعدين لما ينزل 40 و50 و60 هنا الهواء بتبطل تسمع اصوات، تمام، بتبطل تسمع اصوات. بين الالم، الالم هنا كيفية التعامل معه. الألم هو عبارة عن in certain settings such as a hospital, pain is considered to be a fifth vital sign. احنا حكينا عن أربعة توي اللي هي درجة الحرارة والنبض والتنفس والضغط. الخامسة هنا الألم. في المستشفيات في بعض الأمور الجراحية والطبية، مثلا زيارة المريض للمستشفى، يعتبر الألم العلامة الحيوية الخامسة اللي ممكن ايش نتعامل معها في المجال الطبي. Since this is a subjective symptom that cannot be measured objectively، وهذه بما انه هذا هو العرض ذاتي لا يمكن قياسه موضوعيا او لا يمكن قياسه بشكل يعني واضح، ملوش جهاز للقياس، يعني it must be determined as reported by the patient، يجب أن يكون هنا تفسيره بناء على ذكر المريض ووصف المريض. Using a pain rating scale، في استخدام مقياس لتصنيف الألم، هنا يستخدم الأطباء مقياس لتصنيف الألم. The patient is asked to describe his or her level of pain، يطلب من المريض وصف مستوى الألم، الألم الشديد، الألم يعني مثلا من 1 لـ10 قديش بيجعك، مثلا المكان اللي انت بتحس الوجع فيه، الألم هذا من 1 لـ10 مثلا، مثلا من 8 لـ10 بكون ألم يعني شديد، أو من 9 لـ10 ألم شديد، من 7 لـ9 ألم عالي، مثلا من 6 لـ5 أو لـ4 ألم متوسط، وهكذا. فإلهم سكيل مخصوص بيقيسوا عليه الأطباء هذا الألم. Acute pain which comes quickly and can be severe and lasts only relatively short time. الألم الحاد يأتي بسرعة ويمكن أن يكون شديد ويعني مؤلم فعلا شديد، ويستمر لفترة قصيرة نسبيا، عكس الكرونيك بين. الكرونيك بين ألم بيكون إيش، ممكن انه يكون مزمن، بنسميه احنا الالم المزمن. الالم المزمن يستمر، which can be mild or severe، يستمر ولكن ايش بشكل ممكن يكون خفيف او شديد على مدى فتره طويله من الزمن، وهذا مشكله الالم الكرونيك، هذا كرونيك بين اللي هو الالم المستمر يصاحب الانسان نتيجه امراض معينه مدى الحياه، ويكون ما بين شديد ومتوسط أو خفيف، عافانا الله وإياكم من هذه الأوجاع. Osculation، Osculation اللي هو الاستماع إلى الأصوات في داخل الجسم،
المصطلح هذا the term oscillation، هاي السبيلينج تبعها oscillation، تمام، means listening for sounds with the body and is usually performed through a stethoscope. بدك سماعة عشان تسمع الأصوات في داخل الجسم، زي ما احنا بنشوف مثلا ما الطبيب بيحط السماعة على صدر المريض بيبقى يسمع، لا ما يعني مثلا هنا انا مرقمها كمثال، هاي الصورة 1 2 3 4 5 اللي هي الاماكن اللي ممكن تسمع فيها اصوات القلب، يعني مثلا صوت الاورطي هنا، صوت مثلا تسكير صمام هنا، صوت البطين او مثلا الميترال فالف هنا او الميترال بريشر ممكن هنا وهكذا. فالصدر له كمان اصوات خاصه فيه او اماكن، بتلاقي الدكتور حط السماعه هنا يسمع لتنفس معين او هنا لتنفس او هنا لتنفس مثلا او كذا، فهذه اماكن بيعرفوها الاطباء. ولكن الفكره ان هنا انه اوسكوليشن هو الاستماع الى الاصوات داخل الجسم، وعاده ما يتم تنفيذه باستخدام السماعة الطبية ستيتوسكوب، ملهاش جهاز، هذا جهاز منفصل فيش إله إشي تاني. Respiratory sound الأصوات تبعت الجهاز التنفسي، أصوات الجهاز التنفسي هنا زي ما بنحكي إحنا في بعض الأمراض بكون عندك سعلة أو صوت أو يصطحب الزفير والشهيق، فبيستمع الطبيب إلى صوت الصدر عند التنفس حتى يستطيع أن يشخص المشكلة في داخل الرئتين. Respiratory sounds heard through a stethoscope provide information about the condition of the lungs and a pleura. أصوات الجهاز التنفسي هنا بيتم سماعها من خلال السماعة وتعطي مثلا أو توفر المعلومات عن حالة الرئتين وغشاء الجنب، أو اللي احنا بنقول عنه غشاء الرئتين بلورال اللي بيكون مغلف للرئتين في داخل الصدر. أريل هي صوت اسمه أريل، ريل تمام، طقطقة اللي هي طقطقة، كراكل كراكل طقطقة، يعني الصوت بتلاقيه زي بيعمل طقطقة زي كده مثلا، معرفش ازاي حتتسجل ولا لا، زي ضربات الماوس تبعت اللي مثلا اللي احنا بنتعامل معها زي كده. اوكي كراكل is an abnormal rattle or crackle like respiratory sound heard during inspiration اللي هو breathing in، هو حشرجة او طقطقة حشرجة غير طبيعية او صوت التنفس يسمع على هيئة الطقطقة هاي خلال التنفس اللي ممكن انه يسمع الطبيب في حالة الشهيق. inspiration breathing in لما ياخد النفس بنسمع الطقطقة breathing in، لما نقول له اسحب نفس او خد نفس بتلاقيه ايش اللي صارت الخشرجة هذا او الحشرجة في داخل الجسم زي كده، بيدخل الهواء كأنه بيدخل من داخل صمامه وطقطق كده، تمام. للذاكرة حتى تستطيع سماعها memory aid real is rattly sound، حتى انه نستطيع اللي هو rattly، rattly اللي هي الرتل، عارفين الخرخيشة زي ما نقول خرخشة حشرجة، تمام. رونكوس هيا رونكوس رونكوس تمام، رونكوس هذا اللي هو اللي نقول عنه الصفير ويزنج ويزنج الصفير. is an abnormal sound heard while listening to the chest during inspiration و expiration خلال التنفس سحب الهواء إلى الداخل inspiration ولفظ الهواء إلى الخارج اللي هو الزفير. or both plural or bronchial or bronchi عفوا bronchi ممكن إيش هنا اللي هي بلورال يعني من خلال او يعني مع الغشاء المبطن للرئتين او الداخلي للبرونكاي اللي هي القصبات. These sounds which are low pitches low pitched او pitches منخفضة النبرة، البيتش تبعها هنا pitched اللي هي نبرة الصوت منخفضة على الاخر، whistle like تعتبر مثل الصافرة أو مماثلة للشخير،
or similar to snoring. Snoring, شخير. Are partial obstructions of the airway. يعتبر هنا هذا عرقلة جزئية لمجرى الهواء في داخل البرونكاي اللي هي القصبة أو للأغشية المبطنة للرئتين. وهذا طبعا مرض أو بكون في التهاب في القصبات الهوائية بتكون محشورة جزئيا أو مسكرة شوية في بلغم أو في سائل جوا compared يعني مثلا الرونكوس والستريدر. الرونكوس هنا والستريدر هدول أماكن بديش أنا ندق عليها كتير، خلوها مش مشكلة، سيبوها هذه متخصصة شوية مع الطبيب. أيضا اللي هو ستريدر، ستريدور اللي هو اللي نتكلم عنه بنقول احنا في حاجة صار صوت غير طبيعي، يعني نبرة قياس عالي during inhalation، harsh sound، صوت غير طبيعي عالي النبرة يسمع أثناء الاستنشاق للهواء أو أثناء الشهيق نتيجة انسداد جزئي للبلعوم أو الحنجرة، partial blockage of pharynx larynx and trachea. لما نسكر القصبة أو البلعوم أو الحنجرة للميموري ايد للمساعدة، هان ستريدر is a harsh sound compared to ستريدر with bronchus. هذه يعني دائما بس للتذكرة، صوت القياس تبع compare يعني خليك صاحي ما بين ستيرويدر وهرش. هرش اللي نتكلم عنه صوت غير طبيعي عالي النبرة نتيجة هذا الانسداد أو التضيق في الحنجرة أو البلعوم أو القصبة أو ثلاثتهما معا. هارت ساوند صوت ضربات القلب المشهورة جدا عند أطباء القلب. The heartbeat heard through a stethoscope has two distinct sounds. These are known as the lub-dub or lub-dub sound. زي ما نسمع احنا نبض القلب lub-dub. lub-dub هنا صوتين متميزين للقلب، الأول يحدث نتيجة الانقباض البطين والثاني يسمع لانقباض البطينات وانقباض الأذينات. فدعونا نرى مثلا إغلاق الصمامات، يعني مثلا lub sound is heart first. This caused by the tricuspid and mitral valve closing between the atrial and the ventricular. صوت الصمام ثلاثي الشرفات وصوت الصمام المترالي اللي وريتكم اياه على الصورة في الشابتر اللي فات، ارجعوا له شوفوه حتى تتأكدوا من المعلومة. بين الأذين والبطين، بين الأذين والبطين طبعا كل واحد في شقة، هنا الترايكوسبيد والميترال فالف، هنا بيقسموا البطينات اليمنى والبطينات اليسرى عن الأذينات اليمنى والأذينات اليسرى. إغلاق هاي الصمامات في حركة القلب أو نبض القلب أو نبض عمل القلب يحدث صوت، وهنا هذا الصوت الذي نستمع له. The dub sound is the shorter and higher pitch is heard next. أعلى ضربة الدب وهو أقصر وأعلى، تمام، أقصر من اللب أطول، الدب أقصر ولكن أعلى. ليش؟ لأنه it is caused by closing the semilunar valve in the aorta and pulmonary arteries as blood is pumped out of the heart. يحدث هنا عند إيش؟ إغلاق الصمامات اللونر في الشريان الأورطي والشريان الرئوي، حيث يتم ضخ الدم خارج عضلة القلب، فبتكون إيش؟ أقوى الضربة الدب هاي، أقوى higher pitch. تسمعها بصوت عالي جدا حتى لا يرجع الدم إلى القلب، سبحان الله.
هارت ساوند بتنقاس من اللي قلنا عليها قبل شوية. هنا بنحط السماعة APETM، هاي المناطق اللي بيقاس منها صوت عضلات القلب. Abrupt is normal is an abnormal عفوا نبضات غير طبيعية أو أصوات غير طبيعية during oscillation من خلال التسمع للأصوات. هاي الأصوات عادة ما تكون بسبب انسداد جزئي أو ضيق أو مرض في الشرايين القلبية زي تسديد الشرايين التاجية أو تسديد الصمامات أو تصلب الشرايين تحت عضلة القلب أو تصلب الصمامات. بتحدث أصوات غير طبيعية، هاي الأصوات تنتج من خلال تدفق الدم أو تحويلة flow through graft أو fistula أو shunt. يعني الدم لما منسمعش الأصوات هذه أو بيكون فيها abnormal بنعمل القسطرة وبنشوف إنه إذا في تسديد بنعمل إيش الشنط. الشنط اللي هو جسر أو تركيبة لشريان آخر يؤخذ من القدم ويزرع في عضلة القلب حتى يتم نقل الدم من القلب إلى القلب، من العضلة نفسها ذاتها إلى المكان المسدد فيه، أو بتصير فتح للشرايين هاي بالبالون أو بنحط الدعامة نسمع فيها أو بنعمل له ثقب معين بكون فيه صوت أو جرافت اللي بنتكلم فيه في عملية الجراحية. A heart murmur is abnormal heart sound that is most commonly a sign of abnormal function of the heart valve. القلب المرمر اللي نسمع فيه مرمر هنا صوت قلب غير طبيعي أكثر شيوعا. العلامة هذه على وظيفة غير طبيعية لصمامات القلب، تمام؟ المرمر هاي بتدل على انه الصمامات ما بتشتغلش صح. Abdominal sound أصوات البطن، أيضا البطن له أصوات. Abdominal sound also known as bowel sounds. هنا أصوات الجهاز الهضمي أو المعروفة من أصوات الأمعاء، الضوضاء العادية أو الصوت العادي اللي بتصدر الأمعاء أثناء حركتها مع الهضم. في يتم هنا إجراء البطن مثلا تقسيمه إلى الأربع أقسام هاي، مثلا 1 2 3 4 في المناطق هاي. And detect abnormalities. For example, increased bowel sound can indicate a bowel obstruction. يعني ارتفاع الصوت في البطن ممكن إيش يدللنا على إنه في تسديد في الأمعاء أو في إمساك ماسك البراز، بيكون في صوت عالي جدا من الأمعاء يعني بتحاول إنها تفرغ محتواها ولكن لا تستطيع، فبكون إيش عامل صوت عالي. The absence of these sounds can indicate ileus. غياب هذه الأصوات ممكن أن يشير إلى وقف حركة الأمعاء ileus which is the stopping of intestinal peristalsis. peristalsis اللي هي إيش اللي بنتكلم عليها، اللي هي الحركة الدودية اللي بنقول عنها حركة الأمعاء الطبيعية. لما ما نسمعش الصوت بالمرة للأمعاء بيكون في كسل في الأمعاء أو في مشكلة في الأمعاء، خمول في الأمعاء بنسمعها كتير. Palpation and percussions. Palpation and percussion. Palpation، شايفين المصطلح هنا Palpation، هنا percussion. Percussion. طيب Palpation اللي هو اللي حكيناها قبل هيك أخذناها، اللي هي الجس أو الفحص باستخدام اليد. تكنيك هنا هذا examination تكنيك، يعني تلاقي الطبيب الباطنة أو الطبيب المتخصص في الباطنة مثلا حط إيديه على البطن، هاي السرة مثلا هنا البطن هذا مجسم للتدريب، فبتلاقيه إيش ضغط في أماكن معينة حتى يتحسس ما في داخل البطن من أشياء، طبعا هو بخبرته بيعرف على إيش بيمسك. In which examiner's hands are used to feel the texture, size, consistency and location of certain body parts. بيتم فيها فحص إيش يستشعر الملمس، الحجم، التناسق، الموضع لبعض أجزاء الجسم الداخلية، وطبعا هذا بيتطلب تخصص بطنة. Percussion اللي هي إجراء تشخيص يحدد كافة
أو كثافة عفوا جزء الجسم بواسطة الصوت الناتج عن النقر على السطح. تلاقي إيش الدكتور حط إيد على إيد وصار يضرب بأصابعه على الإيد التانية، وبصير إيش يخبط على البطن هيك بشكل أصابع على اليد الأخرى. الصوت اللي بيطلع عن هذا الفحص بيدل على مفهوم معين، تمام؟ مرض هم طبعا بيشخصوه نتيجة الصوت هذا. فهذه التشخيصات كتير احنا بنستغرب انه في امور زي هيك بتصير معانا في المستشفيات، انه حدا بيمسك ايده هيك وبخبط على البطن بشكل معين، بنقول احنا بنستغرب ايش بيعمل هذا. لا، هي اجراء فحص طبي رسمي بيتم من خلاله معرفة الاصوات اللي بتدل كل صوت على الجزئية الخاصة فيه، سواء كان تسديد أو انتفاخ أو ألم أو حجم غير طبيعي أو غازات أو هكذا في الأمعاء وفي البطن بالنسبة للأبدومين. آخر سلايد نحكي عن Basic Examination Instruments، الأدوات اللي ممكن أنا أستخدمها في القياسات الأساسية أو البسيطة. هنا أدوات الفحص، أدوات الفحص أنا اللي بلزمني فيه هنا أربعة إحنا جايبينهم هنا، اللي هو أوبثالموسكوب. أوبثالموسكوب اللي هو إحنا بنسميه إيش؟ بنسميه منظار العيون. أوبثالموسكوب is the instrument used to examine the interior of the eye. بتلاقيها زي هيك الجهاز بيحطه الدكتور على العين بيشوف في قاع العين، هذا طبيب العيون طبعا. examine the interior of the eye بيشوف من داخل العين ايش المشكلة. مش جهاز قياس النظر، ها اللي بتحط راسك هيك في الجهاز هذا وبيقيس لك العيون عشان يشوف يركب لك نظارة، لا موضوع تاني هذا. اوبثالموسكوب اشي تاني، هذا بيشوفوا فيه قعر العين او الشبكية من الداخل. اوتوسكوب اللي هو المنظار، اداة تستخدم لفحص البصر والغشاء، غشاءات يعني visual examination of the external ear. اوتوسكوب عفوا يستخدم لفحص طبلة الأذن. instrument used to visually examine بالبصر، يعني بشكل بصري بشكل واضح، اللي هي قعر الأذن من الداخل، وهذا كتير بيستخدموه له زي العدسة المكبرة وقناة هيك، قناة تيمبانيك ميمبرين بيشوف فيها غشاء طبلة الأذن من الخارج. أوتو means ear and scope means instrument for visual examination. speculum اللي هو اللي بنتكلم عنه أداة تستخدم لتكبير، used in enlarge the opening of anal canal or cavity to facilitate inspection of its interior. هذا للشرج speculum أو المهبل في عيادة النساء والولادة، يستخدم لتوسيع فتحة الشرج أو فتحة المهبل حتى يستطيع الطبيب تشخيص ما في داخل هذه الأماكن من مشاكل أو التهابات أو أمراض. استيتوسكوب اللي هي السماعة اللي بنتكلم عنها الدكاترة ما بيستغنوا عنها، سماعة العادية instrument used to listen to sounds within the body اللي بنسمع فيها الأصوات في كل الجسم. وطاب لقاؤكم في هذا الدرس، عسى يكون إن شاء الله استفدتم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودوام المتابعة قناة اليوتيوب دكتور عطا القيسي لمزيد من المحاضرات في علم التغذية والصحة العامة والأمور الطبية. تابعونا على القناة لكل ما هو جديد. شكرا لكم.